السلام عليكم حبايبي الحلوين الشطار، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مس مريم، والنهارده هتكلم معاكم عن موضوع جميل جدا. بس قبل ما ابدا عاوز اسالكم سؤال. حد سال نفسه قبل كده احنا عايشين فين؟ لو عايز تعرف ركز معايا وانا اقولك. شايفين الصوره اللي قدامنا دي؟ مين فيكم عارف دي صوره ايه؟ يلا بسرعه قول لو عارف، واللي مش عارف يركز عشان يعرف. وعشان تعرف بص على الصورة دي. لا، هي كانت قبلها على فكرة. وعلشان تعرف بص على الصورة دي كده وقول لي دي ايه. لو انت شطور وعارفها مفيش مشكلة. طب اللي مش عارفها يركز معايا علشان يعرف دي صورة ايه. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن عالمنا الذي نعيش فيه. يعني احنا عايشين فين؟ عايشين على الكرة دي. ايه ده بجد؟ اه، احنا عايشين على الكرة دي. الكرة دي اسمها الكرة الأرضية أو كوكب الأرض. فوق في الفضاء بعيد خالص حوالين الشمس في كواكب كتير، وإحنا كوكب من ضمن الكواكب. وطبعا حظنا الجميل إن إحنا الكوكب الوحيد اللي عليه حياة. طب ليه إحنا الكوكب الوحيد اللي عليه حياة؟ علشان الكوكب ده عليه كل حاجة النباتات والكائنات الحية محتاجاها. زي إيه مثلا؟ زي المية واليابسة اللي هي الأرض اللي بنزرع فيها. في برضو هنا تلج. طب التلج ده عبارة عن إيه؟ عبارة برضو عن مية بس متجمدة. وفي كمان حوالين الأرض الصخب. الصخب دي بتكون موجودة في الغلاف الجوي اللي بيحيط بالأرض. يعني إيه غلاف جوي؟ يعني حوالين الأرض في هواء اللي إحنا بنتنفسه. وفوق خالص بعيد 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 فيه الصخب فوق في الأماكن العالية من الغلاف الجوي بتاعنا. لما تكبر أكتر هتعرف أكتر عن الموضوع ده. طيب إحنا كده عرفنا إن كوكب الأرض ده عامل زي الكورة، مش دايرة، هو كورة زي الكورة بتاعتك بالظبط، وإحنا كلنا عايشين عليها. طبعا أنت أكيد عندك سؤال، إزاي مش بنقع من على الكورة دي؟ لأن في حاجة في الكوكب كده موجودة جواه اسمها الجاذبية الأرضية، وهي دي اللي بتشدنا وتخلينا نفضل موجودين وثابتين على الأرض. برضه لما تكبر هتعرف أكتر عن الموضوع ده. يلا بينا نتعرف أكتر على كوكب الأرض. ده كده كوكب الأرض. إحنا عاوزين نعرف النهاردة مصر فين في كوكب الأرض؟ مش ده كده العالم كله؟ إحنا بقى موجودين فين في العالم ده؟ طيب بص كده، مصر موجودة في المكان ده. شايف المثلث الكبير ده من العالم؟ شايفينه؟ أنا بحدده أهو. المثلث الكبير ده اسمه قارة إفريقيا. في العالم 7 قارات واحنا واحدة منهم. طيب قارة افريقيا دي موجود فيها مصر. هل موجودة فيها يعني هي واخدة كل القارة؟ لا، ده احنا حتة صغيرة من القارة. طب فين في قارة افريقيا؟ بصوا كده، احنا الحتة الحمراء الصغنونة دي كده بقى مصر في وسط العالم. لازم طبعا تبقى عارف مصر فين بالنسبة للعالم كله. يبقى ده كده موقع مصر بالنسبة للعالم. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، بس احنا لسه مكملين. ما تنسوش الحلقة الجاية هي حلقة التمارين. جهزوا حاجاتكم وأدواتكم عشان تحلوا معايا كتير. وما تنسوش عشان تشوفوا كل حلقاتنا نعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة الاسكولة على اليوتيوب. أشوفكم على خير إن شاء الله.